القصة بدأت في عام 2002 في منطقة المرمون، عندما اكتشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الموقع. ومن هني بدأت عمليات التنقيب، حيث تم اكتشاف حلقة ذهبية أثرية تمتد جذورها إلى أكثر من 3000 عام. ومن هنا تم استلهام شعار إكسبو 2020: سترين السر فيه في جميع الطرق. يعود تاريخ صاروق الحديد لأكثر من 3000 سنة، اكتشف فيه العديد من القطع الأثرية، تتضمن قطع ذهبية، سيوف وخناجر، بقايا حيوانية وغيرها الكثير من القصص والتاريخ. زورونا في متحف صاروق الحديد واكتشفوها.